بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان وعلى دهر الدهور امين. ناتي الى القسم الاسخاطولوجي من اقسام قانون الايمان، فقد انتهينا من قسم الكريستولوجي وهو كل الأمور الخاصة بألقاب وأسماء وأدوار وأعمال رب المجد يسوع، بدءا من كلمة نعم نؤمن برب واحد، حتى جئنا إلى ما قبل كلمة وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. ابتدينا من اليوم نتكلم عن موضوع هام جدا وهو موضوع الإسخاطولوجيات، أو بما يمكن أن يسمى علم الآخرة، لأن كلمة إسخاطو باللغة اليونانية تعني آخرة، فكلمة إسخاطولوجي تعني علم الآخرة. وقانون الإيمان تكلم عن علم الآخرة في هذه الكلمة، وأيضا يأتي في مجده المجيء الثاني ليدين الأحياء والأموات الدينونة الذي ليس لملكه انقضاء الملكوت الأبدي. ولم يكتمل الموضوع بعد، فأكمل قانون الإيمان هذا الموضوع في الخمس كلمات الأخيرة من قانون الإيمان، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، الست كلمات الأخيرة. ابتداء من كلمة رقم 133 حتى كلمة رقم 139. إذا لما نقدر نقول إن المسيح هيجي، هذا نمرة واحد. العالم ينتهي، هذا نمرة اثنين. القيامة تبدأ، ده نمرة ثلاثة. كرسي الدينونة يعقد، ده نمرة أربعة. الملكوت السماوي يبتدئ ولا ينتهي. يبقى المجيء الثاني، بعد كده انتهاء العالم، بعد كده القيامة، بعد كده الدينونة، بعد كده الملكوت الأبدي، سواء إذا كان هذا الملكوت للأبرار والعذاب الأبدي أيضا للأشرار. خمس حاجات غطاهم قانون الإيمان في أقل من حوالي 10 كلمات من كلماته اللي احنا عدناها قبل كده ب 139 كلمة. يبقى هنا عايزين ابتداء من النهاردة نتكلم عن كلمة وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، ونحط كده علامة لموضوعات كثيرة نتكلم فيها في أكثر من حلقة. نحط عنوان مجيء المسيح الثاني إيمان كل الأديان. الإسلام لم يتنبأ عن مجيء المسيح الأول، لأن الإسلام نفسه جاء بعد مجيء المسيح الأول ب6 قرون أو ب7 قرون، ولكنه تكلم عن المجيء الثاني. إذن الديانة الوحيدة اللي اتكلمت عن المجيء أين كانت هي الديانة اليهودية، لكن نقدر نقول إن من حق الديانة اليهودية أن يكون لها التركيز في الكلام
عن مجيء المسيح الأول. ده دورها الوحيد، وده دورها اللي مفروض ان هي تتكلم فيه، فهي الوحيدة التي تكلمت عن مجيء المسيح الأول على أنه سيحدث فيما بعد. وإن كانت المسيحية قد سجلت بعدسة العهد الجديد فكتبت لنا في الإنجيل المقدس وفي التقليد المقدس وفي التاريخ المقدس، كتبت لينا في الثلاثة دول عن إن المسيح وصل في المجيء الأول وماذا فعل كي تتواءم كل أعماله وكل أقواله بما جاء عنه في الكتب. ولا ربما سمعتني أيها المستمع العزيز عندما قلت لك أن كلمة كما في الكتب ليست فقط عن قيامة المسيح ولا أيضا عن آلامه فقط، بل كل أحداث المسيح كما في الكتب. نقدر نقول نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن العذراء مريم كما في الكتب، تألم على عهد بيلاطس البنطي كما في الكتب، صلب كما في الكتب، قام كما في الكتب، صعد كما في الكتب، وأيضا يأتي في مجده كما في الكتب. وحتى الأحداث التي لم نذكرها سواء نسيناها أو أغفلناها كلها تأخذ مقولة كما في الكتب. يبقى إذن العهد القديم اللي هو الديانة اليهودية هي اللي سجلت بعين الرؤية بنظرة مستقبلية عن موضوع آت، إن المسيح سيأتي، ده من حقها. وعشان كده بعض علماء الكتاب المقدس بيعملوا إحصاء للنبوات التي قالها العهد القديم عن المسيح قبل مجيئه، كانت 330 نبوءة استلمت المسيح من قبل أن يأتي حتى بعدما صعد، وسجلت وصورت لينا وبعتت لنا الصورة، طبعناها في معمل الإنجيل المقدس. وكانت النتيجة أن يوحنا الحبيب كتب لنا يقول: الذي رأيناه بعيوننا، الذي سمعناه بآذاننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا. مين ده؟ الذي كان منذ البدء، اللي كان منذ البدء شفناه سمعناه لمسناه. الثلاث حاجات دول يعني فاضلي في الخمس حواس، لما نشوف بحاسة النظر ونسمع بحاسة السمع ونلمس بحاسة اللمس، يبقى فاضل الشم والتذوق. ده نقدر نشكر ربنا ان الحواس الخمسة ربنا حط منهم أربعة جوه الرأس، والحاسة الخامسة أيضا الرأس ليها دور، وإن كان اليد هي التي تقوم بكل معطياتها أو احتياجاتها. يبقى إذن المسيح بالثلاث كلمات اللي قالهم يوحنا، رأيناه سمعناه لمسناه، ثلاثة دول وقع تحت إدارة حاسة الإنسان. يبقى فاضل الشم والتذوق. طب ما احنا لما شربنا دمه وأكلناه جسدا قدرنا نستخدم حاسة، بقوا أربعة. يبقى فاضل الشم. كتاب المقدس يقول: هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة عنا فاشتمه أبوه الصالح فوق الجلجثة عند المساء. ومن جميل هذا اللحن الكنسي، الكنيسة صاغته في لحن جميل اسمه فاي إطاف إنف إبشوي، وده بيتقال يوم الجمعة الكبيرة ويوم خميس العهد
وأيام أعياد الصليب 17 توت وعشرة برمهات. هنا أنا عايز أسأل سؤال، احنا قلنا إن المجيء التاني للمسيح أيضا يأتي في مجده حديث كل الأديان، يبقى أنا لا ألوم على ديانة جت بعد المسيح إنها تتكلم عن المجيء الأول، لأن السبق الزمني والحدث التاريخي له عذره، ولكن أيضا كنت لن ألوم على الديانة اليهودية أن تتكلم عن المجيء الثاني لأنها ركزت في المجيء الأول. يبقى المجيء الأول كان شغل شاغل، اتكلمت عن السيد المسيح له المجد هيولد فين في ميخا 5، اتكلمت عن يوحنا المعمدان الذي سيأتي قبل السيد المسيح في ملاخي أصحاح 3، اتكلمت ملاخي أصحاح 4 عدد 5، اتكلمت أيضا عن شجرة نسبه أنه هو من غصن داود أشعياء 11:1 و61:1، اتكلمت عن مسحته بالروح القدس مزمور 45 وأشعياء 61، اتكلمت عن يهوذا الإسخريوطي، واتكلمت عن صلب المسيح ودقائق الصلب حتى أنها تكلمت على الذين اقتسموا ثيابه وألقوا على لباسه قرعة مزمور 22، تكلمت عن صليبه بين لصين أشعياء 52، اتكلمت عن قيامته، اتكلمت عن صعوده، اتكلمت عن الروح القدس الذي سيرسله، عشان كده كان حريا بالقديس بطرس يوم 50 ان يقول هذا هو اللي مكتوب في يوئيل. وطبعا الكلام ده جه في نبوة يوئيل لما اتكلم عن ان يرسل الروح القدس. يبقى اذا العهد القديم غطى كل الاحداث، يعني كاميرا العهد القديم لقطت صوره للمسيح في كل حدث وبعتتها لنا، ما عرفناش الصوره دي غير بعد ما اتحمضت لما رايناه بعيوننا سمعناه باذاننا شاهدناه ولمسته ايدينا. لكن تعالوا نشوف العهد القديم، هل تكلم عن مجيء المسيح الثاني؟ أيوه، تكلم في 4 نبوات وثلاث رموز، يبقى 7 حاجات في العهد القديم. العهد الجديد 19 موضوع في العهد الجديد، 10 أمثلة و9 آيات تؤكد لنا المجيء الثاني. وعند اخوتنا المسلمين في 9 نقاط تكلمت عن مجيء المسيح الثاني. ارجو ان تكون دراستنا دراسة موضوعية اكاديمية لا حساسية فيها، لاننا نريد ان نقول ان هناك من يشاركنا فيما فيه نؤمن وفيما به نعتقد. ندخل في العهد القديم أو الديانة اليهودية. ندخل في الديانة اليهودية. هو في حد قال إن المسيح هيكون مولود من عذراء زي أشعياء 7:14؟ هو في حد قال يولد لنا ولد والولد ده يبقى إله قدير زي أشعياء 9:6؟ في حد قال إن المسيح هيجي أرض مصر زي أشعياء 19 وهوشع أصحاح 11؟ تغطية، تغطية. لما بيكون رئيس الدولة رايح يزور قطر من الأقطار، كل الميديا صحافة إذاعة تلفزيون تروح بعتة اللي يغطي الحدث
قبل دخول رئيس الدولة لهذا القطر، وينصبوا الكاميرات ويجهزوا أنفسهم بحيث يلتقطوا كل واحد منهم يعمل سبق صحفي يلتقط حاجة. ربنا بعت الميديا اللي هم الأنبياء قبل مجيء المسيح، لقطوا الصورة قبل مجيء صاحبها وبعدين سجلوها لنا وكتبوها لنا. والصورة لما اتلقطت واحنا بعد كده خدنا هذه الصورة ورأيناها على الواقع وعلى الطبيعة، فرحنا جدا جدا، استطابقت الصورة مع الأصل. طيب، هل في أنبياء تنبأوا عن مجيء المسيح مش الأول، المجيء الثاني؟ يعني أقصى ما كان يرنو إليه النبي في العهد القديم ويتمناه أنه يلحق بالمجيء الأول، أنه يغطي أحداث المجيء الأول. هل فيه أنبياء غطوا أحداث المجيء الثاني؟ تعالوا نشوف الكلام ده في أربع أنبياء. أول نبي في هؤلاء الأربعة كان أخنوخ. أخنوخ، طب أنت بتقول لي أخنوخ، ده الكتاب المقدس لم يسجل عن أخنوخ إلا تاريخا، صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله نقله واتقفلت قصة أخنوخ. الكتاب المقدس ما سجلش عن أخنوخ في العهد القديم، لكن حسب التاريخ التقليد والتواتر اللي وصل للعهد الجديد سجلت نبوءة لأخنوخ في رسالة معلمنا يهوذا العدد رقم 14. يقول ايه؟ وتنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع، خطاة كانوا أم فجار، ويعاقب فجارهم على جميع الكلمات الصعبة التي أخطأوا بها وأخرجوها خطاة وفجارا. ده مين اللي تنبأ؟ أخنوخ السابع من آدم. أخنوخ السابع من آدم، يبقى النبوة دي قيلت في العهد القديم لكن سمعت في العهد الجديد، يبقى اتقالت في العهد القديم سطرت في العهد الجديد. وهل العهد القديم كان فيه حاجات اتقالت وما اتكتبتش وما عرفناهاش غير لما جه العهد الجديد؟ يعني مثلا يانيس ويمبريس، يانيس ويمبريس دول اتنين قاوموا موسى. العهد القديم ذكر القصة والعهد الجديد ذكر الأشخاص. ضلالة بلعام ابن باعور مع بالاق ابن صفور، العهد القديم في سفر العدد أصحاح 22 ذكر القصة، العهد الجديد ذكر التفاصيل. جابها منين؟ أمال دور الوحي بيعمل إيه؟ جابها من الوحي المقدس وأيضا من التقليد المتواتر المتناقل خلفا عن من سلف أو سلفا عن خلف عن دور هذا التقليد. عشان كده اللي احنا كنيسة تقليدية. يبقى ده أول نبي في العهد القديم قال عن مجيء المسيح الثاني. لو ما قالش ما كناش نطالبه، لأنه هو كويس إن يتكلم عن المرحلة الأولى. ما فيش نبي غير يتمنى يحصل المجيء الأول، ما أقدرش ألزمه بالمجيء الثاني. النبي الثاني زكريا في أصحاح 14 من نبوءة زكريا النبي عدد 5 بيقول إيه؟ بيقول: ويأتي إلهي، ويأتي الرب إلهي، وجميع القديسين معه،
ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معه. يبقى هنا طبعا بيتكلم عن المجيء الثاني. لكن شوفوا مثلا يقول ايه في عدد 4: وتقف قدميه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب وديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. يبقى هنا حدد ان ابتداء من المجيء الثاني هيكون منين، زي ما كان صعود المسيح من فوق جبل الزيتون. النبي الثالث هو النبي ملاخي. حسب التاريخ ناخد النبي يوئيل قبل ملاخي. النبي يوئيل تكلم ايضا عن مجيء المسيح الثاني في الأصحاح الأول وعدد 15، والأصحاح الثاني وعدد 2 وآية رقم 31. ماذا قال يوئيل؟ كلمة يو يعني يهوى، وإيل يعني الله، فيوئيل يعني الله يهوى، ربي وإلهي. الكلمة اللي قالها توما لما لمس جراح المسيح. بيقول آه على اليوم، لأن يوم الرب قريب يأتي كخراب من القادر على كل شيء. أصحاح 2 عدد 1 وعدد 2: ليرتعد جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب. يوم ظلام وقتام، يوم غيم وضباب مثل الفجر ممتدا على الجبال. أصحاح 2 عدد 31: وأعطي عجائب في السماء وعلى الأرض دما ونارا وعمدة دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. يبقى أخنوخ وزكريا ويوئيل، تعالوا نشوف ماذا قال ملاخي. في أصحاح 3 عدد 2 بيقول: من يحتمل يوم مجيئه؟ من يثبت عند ظهوره؟ لأنه مثل نار، لأنه مثل نار الممحص ومثل أسنان القصاص، فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة. يبقى كلام برضو عن المجيء الثاني، لأن المسيح لما جه في المجيء الأول اختفت عنا هذه الصورة الشديدة اللهجة. في سفر ملاخي أيضا الأصحاح 4 العدد 1 يقول: وذا يأتي يوم الرب المتقد كالتنور. التنور يعني الفرن. وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشا. طب ده بولس الرسول قالها لأهل كورنثوس: ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود، فلا يبقى لهم أصلا ولا فرع. وبعدين في عدد 5 بيقول: هأنذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف، فيرد قلوب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. الآية دي التلاميذ كانوا حافظينها، عشان كده هو منازلين من فوق جبل التجلي. اتأكدوا ان اللي معاهم ده يبقى المسيح،
قال لك رأينا مجده على الجبل المقدس، وثيابه كانت تلمع لا يستطيع قصار أن يبيض مثل الثياب، وسمعنا صوتا من المجد الأسنى. خلاص اتأكدنا. بعد كده ما كناش نقدر نسأل ونقول أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر، إن كنت أنت ابن الله. الأسئلة دي اختفت. فكانت النتيجة إن بعد كده اتأكدوا إن ده المسيح. قالوا له طب مش كان المفروض إن إيليا يجي قبلك؟ لأن النبوة بتقول كده. ده في نبوة كمان أكتر من كده في أصحاح 3:1 من نبوءة ملاخي، بيقولها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. أنا إذا أرسل ملاكي يهيئ الطريق أمامي مش أمامك. يبقى اللي جاي ده مين؟ ده هو المتكلم اللي يقدر يبعت ويرسل، يبقى رب الجنود. ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه ومليك العهد الذي تصرون به، وإذا يأتي قال رب الجنود. يبقى رب الجنود بيقول أرسل ملاكي يهيئ الطريق مش أمامك، أمامي أنا. يبقى اللي جاي هو رب الجنود، لكن أطلق على رب الجنود هذا اسم السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تصرون به. طب مين ملاكي دوا؟ طبعا الملاك دوا هو يوحنا المعمدان. عشان كده بعض الناس بيقولوا ان يوحنا المعمدان ليس فقط هو الكاهن ابن الكاهن، لانه من صلب زكريا الكاهن، ولكنه ايضا الملاك ابن الملاك، لان زكريا كان كاهن. وسبع مرات في الاصحاح 2 و3 من سفر الرؤيا بيقول اكتب الى ملاك كنيسه كذا، يبقى الكاهن اخذ لقب ملاك. فإذا كان زكريا كاهن يبقى خد لقب ملاك، ويوحنا هو ملاك أيضا بشهادة يوئيل أصح 3:1، يبقى مش بس كاهن ابن كاهن ولكنه ملاك ابن ملاك، وأيضا شهيد ابن شهيد. فيبقى خد نفس الألقاب اللي كانت لأبيه في الكتاب المقدس. يبقى هنا نقدر نقول ان التغطية بتاعة العهد القديم شملت ايضا مجيء المسيح الثاني، وامتدت ايضا حتى هذا المجيء. غطت الحدثين، المجيء الاول وايضا المجيء الثاني. اعتقد ان احنا لو اتمتعنا بالمجيء الاول ننتظر المجيء الثاني. يبقى الناس اللي شافوا المجيء الاول اكتفوا بكده، ده ما احتملوش. والمسيح قال لهم تاتي ساعه تقولون في انفسكم وتتمنون ساعه من اللي كنتوا عايشينها في ايام ابن الانسان. جاء ابن الانسان في المجيء الاول لم نستقبله ولكن ودعناه. التلاميذ ما استقبلوش ولا واحد كان موجود عند المزود، ولا واحد كان عند المزود كان موجود يوم الصعود. اللي استقبلوه في المزود غير اللي ودعوه في صعوده. وفي هذا يقول الآباء القديسون، اليهود كان كل يوم بيقروا ان المسيح يتولد من مريم العذراء في يشعيا 7:14 ويتولد في ارض لحم في ميخا 5، ولكن ما شافوش المنظر ده. كان لهم القراءة وكان بالأمم التتميم، دول يقروا ودول يشوفوا. اللي ما قروش شافوا، واللي قروا ما شافوش. عشان كده اللي استقبلوه غير اللي ودعوا. يوسف النجار كان موجود يوم ما المسيح حل على أرضنا ووضع قدميه في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. لكن فينك يا يوسف يوم الصعود؟ سالومة، المجوس، الرعاة. لكن اللي ودعوه ناس
واللي استقبلوه ناس، لو استثنينا العذراء مريم تلك الأم الكريمة التي لن تتكرر والتي رأت المشهدين يوم نزوله ويوم ارتحاله، يوم وجوده ويوم صعوده، يوم حلوله على الأرض وتجسده، ويوم أن صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه الصالح. يبقى كده خدنا أربع أنبياء، أنبياء العهد القديم، أنبياء العتيقة، تكلموا عن مجيء المسيح الثاني. أما الذين تكلموا عن مجيء المسيح الأول فما أكثرهم، تكلمنا عنهم في حلقات سابقة، نكمل في الحلقة القادمة. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان ولا دهر الدهور امين. وايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس لملكه انقضاء. تكلمنا في الحلقه الماضيه على ان السيد المسيح له المجد له مجيئان. العهد القديم تكلم عن الاثنين، المسيحية تكلمت عن المجيء الثاني بروح النبوة، وأما المجيء الأول فقد سطرته وسجلته. وغير المسيحية أيضا تكلم عن مجيء السيد المسيح له المجد. الكلام ده يورينا أن رب المجد ليه فرصة لم تتح لغيره. موسى النبي أتى مرة ولم يعطي للخدمة أو لربنا إلا الحقبة الثالثة من عمره، وكمل رسالته وترك لنا جثة بلا مقبرة. فنحن نعرف أن موسى قد مات، ونعرف أن موسى قد مات فوق جبل، ولكن لا نعلم أين بالضبط موقع جسد موسى. ربما من أجل جسد موسى تصارع ميخائيل رئيس الملائكة مع الشيطان، ولكن نحن لا نستطيع أين يوجد أن نعرف أين يوجد هذا الجسد. أما السيد المسيح له المجد فقد جاء وسيأتي. إذا المسيح له مجيئين، مجيء قد أتاه ومجيء أيضا سيأتيه. وقبل أن يفوتني وأنسى، أريد أن أقول لك مقولة جميلة كتبها القديس أغسطينوس في كتابه اللاهوتي الجبار مدينة الله. كتب القديس أغسطينوس هذه الجملة التي لا تتعدى السطر الواحد، فقال أنه سيأتي ليدين في ذات الجسد الذي أتى فيه ليدان. لما بنقول المسيح له مجيئان نتذكر أن المسيح أيضا له ميلادان، ميلاد قبل الأزل وميلاد تحت إطار الزمن. أطلق عليها الرسول بولس مسمى ملء الزمان في غلطي 4:4، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. طب والميلاد الثاني الأولاني
الميلاد الأولاني المولود من الآب قبل كل الدهور، مولود من الله الآب قبل الأزل. يعني ده مش حالة، ده مش حدث، ولكنه حالة. مش قصة حصلت، ولكنه طبيعة. الأم لما بتولد الولادة بتستغرق كم ساعة، كم يوم، علشان تقدر تتخلص مما في بطنها. لكن ابن لما اتولد من الآب، ده مش معنى كده ان الولادة انتهت بعد الولادة، انها ولادة دائمة قائمة مستمرة لا انقطاع فيها. زي ما قال القديس أغسطينوس برضو، ربنا يسوع المسيح له ميلادان، ولد من أبيه بدون أم، وولد من أمه بدون أب. ولد من أبيه كمبدأ للحياة، وولد من أمه كنهاية للموت. مولود من الآب ده سر، ومولود من العذراء كسر، اسمه سر التقوى. وإذا كنا لا نستطيع أن نفهم ميلاده الزمني، هل نستطيع أن نجرؤ بأن نحاول معرفة وكنهة ميلاده الأزلي؟ ويختم القديس أغسطينوس مقولته الجميلة هذه فيقول: من يستطيع أن يدرك أعجوبة الأعاجيب هذه؟ عذراء تحبل، عذراء تلد، عذراء تبقى عذراء بعد الولادة. ثم يوجه كلماته الذهبية إلى رب المجد فيقول: إن كان لا يوجد من هو كفء لفهم أمك، فمن يكون كفءا لفهمك أنت؟ نرجع لموضوع المجيء الأول والمجيء الثاني. لسه بنتكلم في الديانة اليهودية، وبنتكلم ماذا قالت كتب العتيقة، وخدنا أربع شهادات في المرة الماضية: أخنوخ، زكريا، يوئيل، ملاخي. دول اللي اتكلموا في العهد القديم مش عن مجيء المسيح الأول، عن مجيء المسيح الثاني. ولو ما كانوش اتكلموا مش هكون هنكلفهم ولا نعتب عليهم، لأن هم كويس أوي إن أبصارهم تستطيع أن ترنو صوب المجيء الأول وكفى. لكن كون هي تمتد فيما بعد المجيء الأول، ده كان كتير أوي. لكن شكرا لأنبياء العهد القديم. تعال معي أيها الأخ الحبيب، نقول في السفر، السفر اللي ليه، اللي حواليه أسئلة كتيرة جدا، وناس كتيرة جدا بتعيرنا بيه. سفر نشيد الأناشيد، أجمل سفر وأحلى سفر في الكتاب المقدس، لأنه أغنية جميلة حتى لو ما سمعناهاش ملحنة، عندما نقرأها نجدها مرتلة، بنشوف ليها تذوق وطعم. هل تكلم سفر النشيد الأناشيد عن مجيء المسيح الأول وعن مجيء المسيح الثاني؟ ده لو ما تكلمش ما يبقاش السفر ده عبارة عن خطاب متواصل ما بين المسيح والكنيسة، ورد الخطاب ما بين الكنيسة والمسيح. اقرأ معي في الأصحاح الثالث من سفر النشيد الأناشيد، بيقول إيه: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. إني أقوم أطوف في المدينة، في الأسواق، في الشوارع، أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. ده حالة رجال العهد القديم وناس العهد القديم، كان بيسمعوا عن ربنا لكن ما كانوش بيسمعوا ربنا. كانوا بيشوفوا أنبياء ربنا لكن ما كانوش بيشوفوا ربنا. فطلبته فما وجدته. وجدني الحارس الطائف في المدينة، أنبياء العهد القديم،
دول حرس الطائف في المدينة، كان فيه الأنبياء وكان فيه الكهنة، دول اللي كانوا ماسكين الدين ما قبل مجيء المسيح. فقلت: أرأيتم من تحبه نفسي؟ سألت النبوة وسألت الطقوس وقلت لهم: أرأيتم من تحبه نفسي؟ شفتوش يا أشعياء؟ شفتوش يا أرمياء؟ ما لمحتوش يا حزقيال؟ ما جاش قدامك يا دانيال؟ وانت يا موسى يلي واضع الناموس والطقوس، ما شفتوش من تحبه نفسي؟ كنيسة بتشتاق إلى شخصية واحدة لا ثانية لها. فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. يبقى لما كانت بتطلبه على الفراش ما لقيتهوش، ده الكسل والتراخي. لما كانت بتطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع ما لقيتهوش في وسط عالم البشر، لأن هو مش موجود في السوق، لا يباع ولا يشترى، لأنه ليس بسلعة. في حاجات ما اقدرش اجيبها من الستور يا رب، اخدها منك مباشرة، زي القداسة والطهارة، زي الإيمان والرجاء، زي الفضائل، دي كلها مش موجودة لا في المدينة ولا في الأسواق. المسيح لا يباع ولا يشترى ولا في الشوارع، لأن الكتاب قال: حتى الشوارع لا تسمع له صوتا، طلبته فما وجدته. لكن فما جاوزتهم بعد الحرس، بعد عالم الأنبياء، وعشان كده آخر نبي قبل المسيح كان هو ملاخي، بينه وبين المسيح 300 سنة، وبعدين جه يوحنا يجدد البيعة، يجدد العهد مع الناس، فكان آخر آخر الأنبياء. وبعدين ما جاوزتهم إلا قليلا بعدما انتهت الأنبياء حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه، حتى أدخلته بيت أمي الكنيسة وحجرة من حبلت بيه المعمودية والهيكل، احتفظت بيه في الأماكن دي كلها. شوفوا بقى، ده المجيء الأول، جه المسيح فتمسكنا به. شاب صغير سنه 33 سنة والدنيا كلها دي تعتنق إيمانه وتدين به به وتدين له وتعبده، ما عملش غير 10% من عمره، 40 شهر من 400 اللي خدمهم على الأرض، وتلاقيه معبود من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها. هنا الكنيسة عندما وجدته أمسكته ولم ترخه، يعني تبتت فيه جامد، وأدخلته بيت أمي كنيستي وحجرة من حملت بيه معموديتي والهيكل بتاعي. وبعدين: وحلفكن يا بنات أورشليم النفوس القديسة اللي قالت لهم في مرة من المرات: وخرجن يا بنات أورشليم لتنظرن الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه في يوم فرح قلبه، في أصحاح 3 عدد 11. فبنات أورشليم معناها النفوس العذراوية، النفوس المباركة، بالظبأ وبآياء إلى الحقل. الظبأ اللي هو الغزال، والأيل أو آياء إلى الحق ده النوع التاني. يقال إن الزلزال، إن الغزال يستطيع أن يعرف وقوع الزلزال قبل وقوعه، ده يبقى بيتكلم عن النبوة. طب وآياء إلى الحقل؟ المية ليست لها طعم ولا رائحة ولا لون، لكن الوحيد اللي يقدر يشم للمية رائحة هم آياء إلى الحقل، يبقى يقدر يكتشفوها ويقدر يعلنوا عنها، ولما بنشوفهم بيجروا يبقى عارفين ان هم رايحين الى منابع المياه. وده اللي قاله المزمور: كما يشتاق الأيل
إلى جداول المياه أو الأيل إلى جداول المياه. يبقى دول يقدروا يعرفوا المستقبل ودول يقدروا يكشفوا الحاضر. أدي الأنبياء وأدي الرسل. الأنبياء اللي هم الظبأ يعرفوا وقوع الزلزال قبل وقوعه، يقدر يحس إن حتة الأرض دي هيبقى فيها زلزال بعد تلت ساعة فيهرب منها. الإنسان ما يحسش بيه إلا بعد وقوعه حتى ولو كان بمقياس ريختر. وأيال للحقل اللي يقدروا يكشفوا عن منبع المية ويقدروا إن هم يعرفوا الناس أين توجد المنابع. أحلفكن بالاتنين دول، بالأنبياء وبالرسل، بأنبياء العهد القديم العهد القديم وبرسل العهد الجديد 12. ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. إمتى يشاء؟ ده المجيء الثاني بقى. يبقى المجيء الأول ترك لدانيال النبي في الأصحاح التاسع إنه يحدد بالظبط بعد كام أسبوع من بناء مدينة أورشليم سيتم هذا المجيء. ويحدد أيضا في تكوين 49 لا يذوق قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه، يعني من نسله، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع الأمم. يبقى حددوا إمتى؟ طب والمجيء الثاني ليس أحد يستطيع على الإطلاق ان يحدد متى يكون المجيء الثاني. والمسيح علشان يقفل باب الحوار في هذه القضيه قال ولا الابن، علشان ما حدش يسال، علشان يقفل باب المناقشه. لا الانسان ولا الملائكه ولا الابن ايضا يعلم هذه الساعه وهذه اللحظه. طب كويس، يبقى هنا في الاصحاح الثالث ابتداء من عدد 1 لعدد 5 بيتكلم على المجيء الأول ويتكلم أيضا عن المجيء الثاني. هل في حاجات في العهد القديم أيضا تتكلم عن المجيء الثاني؟ احنا قلنا قبل كده ان فيه رموز وفيه نبوات. الرمز اللي بيتكلم عن المجيء الثاني لرب المجد التاسع عزازيل في لاويين 16 من 8 ل 26. بعض الناس فكروا عزازيل تبقى عزرائيل، وبعض الناس تانية كتبوا عن تاسع عزازيل رواية تانية كبيرة وكانت ضد المسيحيين. ورد نيافة الأنبا بيشوي على هذا البهتان، فده مش موضوعنا، لكن انا اسوقك ان تقرا القصه. كان في اعياد في اليهوديه زي عيد الفصح، ده ليه خروف اسمه خروف الفصح، فهنا ده عيد الكفاره العظيم، الذبيحه الوحيده التي تذبح خارج هيكل اورشليم، تذبح على الباب. لكن الذبيحة تذبح على الباب والدم يدخل جوه. اللي كان بيحصل قبل كده ان الذبيحة تذبح جوه والدم يغرق لكي يخرج الى الخارج، لكن ده الدم اللي يخرج جوه لكي يرش فوق التابوت. الذبيحة دي كان تيسين، يجيبوا 2 والتيسين دول يمشوا بيهم، وبعدين ياخدوا 1 يذبحوه والتاني يطلق حرا في وادي عزازيل. وكلمة عزازيل يعني عزل، يعزل، ومحدش يعترض طريقه ولا أحد يتتبع مسيرته أو يتلصص أين، يطلق حرا كما يريد هائم على وجهه. وبعد كده طبعا 1 يذبحوه، وبعد ما يذبحوه ياخدوا الدم يدخل بيه رئيس الكهنة جوه قدس الأقداس. وده كانت النتيجة ان بولس الرسول قال ان يسوع لكي يقدس الشعب تألم خارج الباب، فلنخرج اذا خارج المحلة
حاملين عاره. يا ترى التيس عزازيل ده كان بيرمز ليه؟ أول حاجة بيرمز للفداء. الفداء اتنين ماشيين مع بعض، المسيح والإنسان. أطلق واحد حر لكي يؤخذ الثاني ذبيحة. ذبح الواحد لكي يطلق الثاني حيا. فالاتنين دول أنا والمسيح. هو راح يندبح على باب الخيمة خارج المحلة، وأنا أطلق سراحي حرا وأعطيت الحرية. حاجة تانية بترمز ليها هذه الذبيحة، قيامة المسيح. لم يكن ممكنا أن الذبيحة تذبح وبعد كده تقوم. يعني مش ممكن أبدا، حتى لو كانت الذبيحة اللي بتقدم زرافة ولا فيل، ما كانش ممكن أبدا أن هي تذبح ثم تتاح لها فرصة قيامة. لكن كان بيعمل ايه؟ موت المسيح تشير اليه الذبيحة التي تذبح، وقيامة المسيح من الموت ترمز اليه التيس الذي يطلق حرا. يبقى هنا عشان خاطر اقدر اعمل حدث حدثين تموا مع شخص واحد، ما اقدرش اعملهم في ذبيحة واحدة. يبقى لابد ان نعملهم في ذبيحتين، واحد يرمز لموت المسيح ودمه الذي سفك من أجل خطايانا، وجسده الذي قدم على الصليب محرقة، والتاني يرمز للقيامة. طب والحاجة التالتة؟ يرمز لمجيئي المسيح الأول والتاني. في المجيء الأول جاء لكي يموت، لكن في المجيء التاني سيأتي حيا بلا موت. سيأتي حيا بلا موت. وعشان كده كلمة القديس أغسطينوس كانت حلوة، سيأتي ليدين في ذات الجسد الذي أتى فيه ليدان. يا من لطمتموه على خديه في مجيئه الأول، لن يتسنى لكم فرصة أخرى أن تلطموه أو تلكموه أو تركلوه في مجيئه الثاني. يا من بصقتم على وجهه، جمعوا كل شجاعتكم وتعالوا. تقدروا تعملوا كده في مجيئه الأول؟ يا من جلدتموه حسب الشرع الروماني جلدا بلا عدد، هل تستطيعون أن تتراءوا أمامه؟ يا من سخرتم به وألبستموه رداء قرمزيا، هل يحتاج منكم هذا الرداء في مجيئه الثاني؟ يا من ضفرتم إكليلا من شوك، وبجسارة وبجرأة وقساوة قلب وبغلاظة قلب أيضا غرستم هذا الشوك في جبهته، في جبينه. لن تستطيعوا أن تفعلوا هذا مرة ثانية. يا من سمرتموه بيدين وبرجلين مثقوبتين وحملتموه فوق صليب من خشب، هل تجرؤون على هذا العمل للمرة الثانية في المجيء الثاني؟ عشان كده منظر ان المسيح خروف سينتهي فور المجيء الثاني، ويظهر المسيح الأسد الذي يخرج من سبط يهوذا. عشان كده في المجيء الأول جه في صورة التيس الأول الذي ينحر على باب خيمة الاجتماع، المجيء الثاني في صورة التيس الثاني الذي يطلق حرا حيا لا يعترض أحد له طريقا
ولا يستطيع أحد أن يتتبع له مسيرا. عشان كده في المجيء الثاني قال متى جاء الملك. ده في المجيء الأولاني ما جاش ملك، ده في ملوك جت زارته وقالت أين هو الملك، وجه تحت حكم ملك اللي هو هيرودس، ولما ضاقت بهما المملكتان ترك المملكة لصاحب المملكة، وهو راح يلتجئ في مملكة وثنية ألا وهي مملكة أرض مصر. ناخد الرمز الثالث. يبقى الرمز الأول ما جاء في نشيد الأناشيد، والثاني تيس عزازيل في سفر اللاويين أصح 16 من 8 ل 26. الرمز الثالث رمز موت رئيس الكهنة الأعظم، وده في سفر العدد أصح 35 من عدد 6 ل 28، ومذكور أيضا في سفر يشوع بن نون أصح 20 من عدد 2 لعدد 9. نقرأ في سفر يشوع بيقول إيه؟ واحد قتل قتلا أو قتل قتيلا بدون قصد، يعني القتل اللي بقصد سبق إصرار وتعمد، لا ده من قتل يقتل وسافك دم الإنسان، بالإنسان يصفك دمه، والذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون. لكن اللي مش قصده يقتل وجد كده ضربة طائشة أو بدون قصد، وانتهت هذه الضربة الطائشة اللي بدون قصد ان هو نتيجتها في قاتل وقتيل وقتل، يبقى لابد ان ياخد برضه عقوبة. لكن العقوبة ان يقيم في مدينة الملجأ، ودي كانت 7 مدن حوالين نهر الأردن، ويقيم فيها الى مدة معينة. طب احنا عارفين ان لما يكون في قصد مع سبق الإصرار وكده بيبقى 15 سنة، لكن في ترصد وفي تمثيل بالجثة يبقى اعدام. قانون المدن اللي حطه الانسان كده. لكن دي ترى تاخد 15 سنة؟ طب لما واحد ماشي وعمل حادثة ومات فيها انسان، لا دي ما تبقاش 15 سنة لان ما فيهاش سبق اصرار ولا معرفة مسبقة. لكن هنا ان القاتل اللي قتل بدون سبق اصرار، بدون ترصد، بدون سابق معرفة، بدون قصد، يروح مدينة الملجأ، وزي ما جه في يشوع 20 عدد 6، ويسكن في المدينة حتى يقف أمام الجماعة للقضاء إلى أن يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الأيام. حينئذ يرجع القاتل ويأتي إلى مدينته وبيته، إلى المدينة التي هرب منها. إيه ده؟ مفيش في الكلام ده أي معنى عن المسيح؟ طب ده احنا قلنا إن اللي بيقتل بسبق الإصرار بياخد 15 سنة. طب افرض إن رئيس الكهنة عاش 30-40 سنة، يبقى خد حكم أكتر من حكم المؤبد. يبقى أين العدالة هنا؟ ده هنا فيه الرمز بقى. في قاتل ومقتول وقتل. قاتل ومقتول وقتل، وفي مدينة اسمها مدينة الملجأ، فليكن القاتل هو آدم والإنسان البشري، والمقتول هي الوصية، والقتل هو التعدي. طب مدينة الملجأ الهوية، الهوية اللي ربنا عمل فيها حجز تحفظي لكل النفوس قبل الصليب. طب مين رئيس الكهنة الأعظم؟ رب المجد يسوع. رب المجد يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم. لما يموت كل اللي جوه الهوية يطلعوا، ونقول لهم مع زكريا رئيس الكهنة أو النبي العظيم زكريا، ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. لا طبعا مش عارفين زكريا كان رئيس كهنة ولا لا. ارجعوا إلى الحصن
هي أسرى الرجاء. عشان كده بطرس الرسول قال في رسالته عن المسيح: ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. وبنقول نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. يبقى هنا يفضلوا موجودين إلى أن يموت رئيس الكهنة الأعظم. يبقى روح رئيس الكهنة الأعظم تخرج من جسده، هؤلاء كلهم يخرجون من مدينة الملجأ وتفضى وتعود لكي تمتلئ من جديد بحياة رئيس الكهنة اللي بعده. لكن طبعا ده مش كل رئيس كهنة موته يطلق هؤلاء الأسرى، لازم يكون رئيس الكهنة. مش كل كاهن يعمل كده، مش موت أي كاهن يطلق هؤلاء الناس من هذا السجن، لازم يكون رئيس الكهنة اللي عليه رئاسة الكهنوت في تلك الأيام، زي ما جه في سفر العدد أصحاح 35 وسفر يشوع بن نون أصحاح 20 عدد 6. وتكون النتيجة أنهم أطلقوا أحرارا. إمتى؟ لما روح رئيس الكهنة خرجت من جسده. لو أنت قريت القطعة السادسة من صلاة الساعة 9 ما تلاقيش فيه لمحة من الكلام الجميل ده؟ عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي بكية. العالم كله يفرح لقبوله الخلاص. ما كل واحد من المساجين اللي جوه مدينة الملجأ ليه أخوه وليه ابنه وليه أبوه وليه عمه وليه أخته وليه مراته. كل دول أول ما سمعوا إن رئيس الكهنة مات وأسلم الروح تبادلوا التهاني. مبروك لينا، يبقى فلان هيكون عندنا بكرة، فلان اللي بعيد عننا ده هيكون عندنا بكرة. أول ما سمعوا إن رئيس الكهنة روحه خرجت من جسمه قالت وهي بكية: كل العالم يفرح لقبوله الخلاص، أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك. أنا الوحيدة اللي أبكي، لكن يا ما ناس بيتقبلوا التهاني، لأن بموت رئيس الكهنة صارت حياة لكثيرين. يبقى هنا العهد القديم احنا ما كناش نقدر نلزمه يتكلم عن المجيء الثاني، لكن اتكلم في 4 نبوات وفي 3 رموز تكلمنا عنها في الحلقتين الماضيتين، ونكمل في الحلقات القادمة بقية ما تعنيه كلمة وأيضا يأتي في مجده، مجيء المسيح الثاني. حسب الكتب المقدسة هنبتدي ناخد 19 موضوع في العهد الجديد عن المجيء الثاني، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.